بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير جميعا، وحياكم الله وبياكم. باسم مكتبة الملك عبد العزيز العامة نرحب بكم، أظن هذه بداية النشاط، فحياكم الله وعاما جديدا حافلا بالنشاط إن شاء الله. يبدو أن التاريخ له أهمية كبيرة في النشاط القديم والحديث، ولذلك المنظمون لهذه الأنشطة أرادوا أن تكون البداية مع التاريخ. والتاريخ له مصادر كثيرة، ومن أهم هذه المصادر طبعاً الوثائق والمصادر التقليدية، لكن منها الحقيقة كتب الرحلات. كتب الرحلات مهمة، لأن من رأى ليس كمن سمع، والرحالة يأتون من حضارات وبلدان وثقافات مختلفة، وفي أكثر الأحوال يأتون وهم مثقفون، خاصة في القرون السابقة، في القرن 18 والتاسع عشر وأوائل القرن 20، وينظرون إلى الأمور من زوايا مختلفة ربما لا نلاحظها نحن الساكنون بين هذه الظواهر، والتي هي بالنسبة لنا شيئا طبيعيا. دونوا هذه الملحوظات وجاءوا لأسباب مختلفة، لسنا بصدد الحديث عنها، لكن موضوع حديث الليلة هو عن رحلة إلى مكة، أو كما سماها المؤلف رحلتي إلى مكة، لمؤلف فرنسي اسمه جيل جورفيه كورتول مون، أو الحاج عبد الله بن البشير كما تسمى بذلك. هذا الرحالة حقيقة تميز في رأيي، وإن كان الأستاذ سيتحدث عنه إن شاء الله، هو أنه رحالة صاحب عين ونظر مختلف، لكن معه كاميرا وفنان، فهو التقط بعض من الصور، وحسب قراءاته المتواضعة حول هذا الموضوع يبدو أنه حضر تدشين سكة حديد الحجاز والتقط صور مهمة لذلك الحدث المهم، وهو وصول سكة حديد الحجاز إلى المدينة المنورة عام 1326 هجرية أو 1908 للميلاد. جمع معلومات كثيرة، لكن هناك بعض الأسباب التي جعلت هؤلاء الرحالة يأتون، ويعني منهم مدفوع بنوايا طيبة، ومنهم مدفوع بنوايا استعمارية وخدمة للمستعمر ودول أخرى، لكن الذي يهمنا كطلاب تاريخ وطلاب معرفة هو أن هؤلاء الناس دونوا ملحوظات، فيجب أن نأخذ، ليس يجب ولكن يجب أن ممكن أن نأخذ منها وبحذر، يعني ليس كل ما يقول هؤلاء الرحالة صحيح على إطلاقه. صحيح ملحوظات مهمة، لكن دائما يجب أن نكون على حذر. رحالتنا اليوم هو هذا الرحالة الفرنسي، لكن قبل أن أعطي المجال للأستاذ يتحدث أودني أن أعرف به، مع من أنا وهو شباب من نفس الجيل، وهو الآن يدرس الدكتوراه، فأسمحوا لي أن أسميه الدكتور لأنه على وشك إن شاء الله ينهي رسالة الدكتوراه. فمحدثنا الليلة هو الدكتور محمد بن عبد الله بن علي العبد اللطيف، محاضر في قسم التاريخ، وسيكون إن شاء الله عضو هيئة التدريس قريبا، وهو من الطلاب النابهين في القسم، وأتشرف بأنني أستاذه. الدكتور محمد والأستاذ محمد خريج جامعة الإمام، وحصل على الماجستير من جامعة أظن أوهايو في الولايات المتحدة. له عدد من المؤلفات رغم أنه شاب، لكنه أظنه بدأ ينافس الشباب الأولين، فله مؤلفات منها تأثير شركة زيت كاليفورنيا اللي هو ستاندر أويل في كاليفورنيا كاسوك على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية. له كذلك بحث آخر عن خط الأنابيب عبر البلاد العربية التابلاين، أثره في تنمية منطقة الحدود الشمالية. وله كذلك بحث آخر أثر ثورات 1848 الأوروبية على مجتمع ما قبل الحرب الأهلية، الهجرة الألمانية نموذجاً، أظن الهجرة الألمانية إلى أمريكا، ولا لا يا محمد؟ فهذا هو أستاذنا، فحياه الله وبياه، اسمحوا له أن يتحدث في حدود 45 دقيقة، فأهلاً وسهلاً به. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا تسمح لي بس بمقاطعة بسيطة، سيكون هناك مداخلات وأسئلة، من أراد أن يداخل أو يسأل فضلاً يعبي الورقة اللي عنده ويكتب اسمه والجهة التي ينتمي إليها. تفضل. بداية أود أن أشكر مكتبة الملك عبد العزيز العامة على هذه المبادرة الرائعة.
ألا وهي ملتقى كتاب الشهر التي تسهم مساهمة كبيرة في القراءة والاطلاع والكشف عن كتب مميزة في مجالات متنوعة. كما لا أنسى أن أشكر مدير الأمسية أستاذي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطوع على قبوله بإدارة هذا الملتقى، فله مني جزيل الشكر. ولا أنسى كل من أشار علي ووجهني لقراءة ما له علاقة بهذا الكتاب، وخص الدكتور محمد البقاعي وهو الأستاذ المتخصص في حقل الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. وختاما أشكر الدكتور عبد الله بن محمد السيف الذي رشحني لهذه الليلة، وكذلك الأستاذة فوزية العجمي على التي أمدتني معلومات ضخمة وكبيرة جدا حول هذا الكتاب. وأستعين بالله وأقول قبل البدء في تفاصيل الكتاب سأتطرق إلى عدة نقاط كتمهيد ومدخل للحديث عنه، وهي نسخ الكتاب المترجمة إلى العربية وأبرز من كتب وترجم وعلق عن الكتاب، كما سأتطرق إلى أهداف الرحلة الأوروبيين وأهمية كتبهم للمؤرخ، ثم إعطاء نبذة عن مترجم الكتاب وكذلك مؤلف هذا الكتاب. الكتاب رحلتي إلى مكة عام 1894 ميلادي الذي ألفه جول جرفي كورتلمون ترجمتين إلى العربية، الأولى صدرت عام 1423 هجري 2002 ميلادي، وهي الترجمة التي جعلنا قراءتها هذه الليلة عليها، وقد طبعتها مؤسسة التراث وترجمها الدكتور محمد الحناش، والثانية هي الصادرة عام 1434 هجري 2013 ميلادي من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة دار الكتب الوطنية وترجمة الدكتور أحمد إيبش. من الذين قرأوا هذه الرحلة ودرسوها بعناية الدكتور محمد خير الدين البقاعي، وقد كتب عنها ورقتين علميتين، الأولى بعنوان رحلتي إلى مكة واحد منشورة في مجلة العرب شهر مايو 2002، وقد بدأ حديث عن رحلات الرحالة المكتوبة بالفرنسية وأنها لم تلقى اهتماما واسعا كما لقيته رحلات الرحالة المكتوبة بالإنجليزية، وذكر أن سبب ذلك تركيز المترجمين على اللغة الإنجليزية وانصرافهم عن الترجمة باللغة الفرنسية، وهذا أدى إلى كما يقول الدكتور محمد بقاؤها بعيدا عن أنظار الباحثين. قام الدكتور محمد بدراسة رحلة كورتلمون والدوافع خلف تلك الرحلة، وتحدث فيها عن دور الحاكم العام للجزائر جيل كامبون ودوره في دعم تلك الرحلة، كما تحدث عن صاحب الرحلة والدوافع التي جعلته يعتنق الدين الإسلامي، كما تحدث عن اختلاف وجهات النظر بين وزارة الخارجية وقناصلها وبين ممول الرحلة كامبون، وكيف أراد القنصل الفرنسي في جدة التقليل من شأن الرحلة وصاحبها وكذلك التشكيك في إسلامه. أما الورقة الثانية فكانت بعنوان رحلتي إلى مكة 2 ومنشورة في مجلة العرب شهر يوليو 2002، وقد اقتبس في مقدمته نصا لناصر الدين دينيه يقول فيه: لقد وصف لنا المؤلف على سبيل المثال وادي منى وهو خال من 200,000 حاج الذي يغص بهم الوادي أيام الحج، إن ذلك الوادي دون الحجاج المنتشرين فيه ليس إلا أرضا صحراوية عادية، ولكن كتاب كورتلمون يخلو من الأغلاط الفاحشة التي يعج بها كتاب الرحالة السابق لوبليكو، وكورتلمون يكتب بروح مفعمة بمحبة الإسلام وتوقيره، وقد أصبح هذا نادرا في هذه الأيام، مما يدفعنا إلى الإعجاب بالمؤلف ونهنئه من صميم الفؤاد لإنصافه وتجرده عن الأهواء. انتهى كلامه. أعطى الدكتور محمد قراءة جميلة ومختصرة للنص الفرنسي للرحلة وأهميتها في بيبليوغرافيا المنطقة، ووضح فصولها والصور التي أضيفت فيها، وقد ختمها بقوله: تلك كانت قراءة في واحدة من أهم الرحلات التي أثارت جدلا كبيرا حين صدورها، لأن صاحبها اعتنق الإسلام وشهد على ذلك الشيخ عبود مفتي المالكية في مكة المكرمة وناصر الدين دينيه وجي كورتلمون في كتابه، وقد أثار ذلك عليه أضغان كثير من المتعصبين الذين كانوا يحاولون عرقلة كل أعماله بعد أن أسلم وأصبح اسمه عبد الله بن البشير. كما صدرت عدد من المقالات في مجلة الحج والعمرة درست قصة رحلة جيل كورتلمون، نذكر منها كورتلمون في رحاب المشاعر المقدسة، عكاشة محمد طه، كورتلمون يصف مكة المكرمة ويلتقط أول صور لها الرحالة، والمصور الفرنسي كورتلمون عدسة تجوب الصحراء، كورتلمون يوثق مكة المكرمة والمدينة المنورة فوتوغرافيا، سجل رحلته بالقلم والريشة والصورة في كتابه رحلتي إلى مكة الرحالة الفرنسي كورتلمون، وأخيرا
جيل كرتلمون المصور الذي جذبه الإسلام وقاده إلى مكة، قدم معلومات مهمة في رحلته. أما المترجم فهو الدكتور محمد الحناش، وهو مغربي الجنسية، ولد عام 1952 وحصل على الدكتوراه من جامعة باريس السابعة عام 1988 ميلادي. قام بترجمة عدد كبير من الكتب من اللغة الفرنسية إلى العربية، من أبرزها القضية العربية من مملكة بن سعود إلى استقلال سوريا، طباعة دارة الملك عبد العزيز، مذكرة حول أصول الوهابيين كذلك دارة الملك عبد العزيز، ابن سعود سيد الجزيرة العربية دارة الملك عبد العزيز، مكة المدينة المحرمة دارة الملك عبد العزيز، رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العربية، المملكة العربية السعودية في الصحافة الفرنسية، والحج إلى بيت الله الحرام، والحج إلى مكة وانتشار الأوبئة. كل هذه الكتب قام هذا المترجم بترجمتها إلى اللغة العربية. أما المؤلف، مؤلف كتاب الليلة، فهو الرحالة الفرنسي جول جرفي كرتلمون، وهو في الأصل مصور فوتوغرافي مقيم في الجزائر، وهو الولد الوحيد لوالده. ولد في مدينة آفون الواقعة بالقرب من باريس عام 1863 ميلادي، وتوفي والده عام 1868، فتزوجت والدته ابن صديق الأسرة جرفي لويس ألفونس كرتلمون، ثم غادرت الأسرة إلى الجزائر عام 1874 ميلادي للعيش فيها، واستقروا في منطقة صحراوية تسمى غلزان بالقرب من العاصمة الجزائر، وكان انتقالهم من باب تطبيق سياسة فرنسا في إعمار الأرض في شمال أفريقيا بالمستوطنين الفرنسيين. وبعدها بعدة سنوات انتقلوا إلى قرية أخرى وهي مينا، وخلال وجودهم في تلك القرية نشأت علاقة قوية بين الأسرة الفرنسية وأهالي القرية، جعلت الفتى يتعمق في علاقته مع فتيان القرية وشاركهم رحلات الصيد في المناطق القريبة، وهذه المرحلة بلا شك كان لها تأثير كبير على المؤلف. كانت علاقة جول بزوج أمه قوية لدرجة أنه قرر الاحتفاظ باسمه والتوقيع به. توفي زوج أمه عام 1890 ميلادي، وكان عمر جول آنذاك 27 عام، فافتتح معرضا صغيرا لبيع الصور في أحد شوارع الجزائر، ودرس التلغراف، وكان محبا للتصوير الضوئي، وبعد ذلك أسس دارا للنشر وأصدر مجلة أطلق عليها الجزائر الفنية المصورة. أحب الترحال فقام بعدة رحلات إلى الجزائر والقاهرة والقدس ودمشق، وهذا يدل على حبه لديار العرب والمسلمين وتعلقه بها ورغبته في التطواف والترحال بها. ونتيجة لما كان يسمعه من الحجاج القادمين من مكة قرر أن يذهب إليها، فعرض الفكرة على حاكم الجزائر الفرنسي كامبون، فأيده لرغبته في التأكد من صحة الفتوى التي قام بتسليمها لها الحاج أكلي في العام الذي سبقه من شريف مكة، والتي تثبت أن علماء الإسلام يقرون بالسيطرة الفرنسية الكاملة على الجزائر وتونس، ويرون أنها تتوافق مع تعاليم القرآن، وأعطاه جواز السفر باسم عبد الله بن بشير بعد أن أعلن إسلامه، وكان عمره آنذاك 31 عاما، لينطلق في الرحلة عام 1894 ميلادي. بعد أن أنهى كرتلمون رحلته إلى مكة قام بالعديد من الرحلات، نذكر منها رحلته إلى الصين والتبت عام 1902، وقد نشرها في كتاب عام 1904 باسم رحلة يونان، ثم سافر إلى تركيا بمفرده عام 1908، ثم مرة أخرى مع زوجته عام 1910، وسافر إلى الهند عام 1912. توفي المؤلف عام 1931، وقد ذكر جي كرتلمين في تقديمه لهذا الكتاب بأنه كفن بثوب الإحرام وهو يحمل حلقة من الفضة داخلها رسالة تسلمها من مفتي المالكية في مكة المكرمة، تثبت أن عبد الله بن البشير كان مسلما حقيقيا لا يبتغي غير وجه الله. أهداف الرحالة الأوروبيين وأهمية كتبهم بالنسبة للمؤرخ. إنه من الجيد قبل الحديث عن كتاب الليلة أن نتطرق إلى هذا الموضوع بشيء من الإيجاز. شاهدت الجزيرة العربية خلال أزمان ماضية زيارات متعددة من قبل رحالة أوروبيين، حيث أن الجزيرة العربية أثارت فضولهم، وذلك لما تميزت به من كونها مقرا لبعض الحضارات القديمة، ولكونها أيضا ملتقا لطرق التجارة العالمية. لقد كانت لهذه الرحلات المختلفة أهداف متنوعة، كان منها الأهداف الدينية والسياسية والاقتصادية أو العلمية المعرفية، ويبدو لي أن الهدف السياسي والاقتصادي هو أقوى الأهداف التي دفعت الكثير من الرحالة لزيارة الجزيرة العربية. مهما يكن من أمره بغض النظر عن هذه الأهداف، إلا أننا لا نستطيع إنكار أهمية ما كتبوه للمؤرخ، فتعد
كتب الرحلات مصدرا من مصادر التاريخ التي ساهمت في إعطائنا معلومات مهمة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية للجزيرة العربية في الفترة التي شهدتها هذه الرحلة. ومع هذه الأهمية يجدر التنويه بضرورة عدم أخذ ما ذكره هؤلاء على أنه حقائق مسلمة، فيجب أن لا يغيب عن البال بأن الرحالة الغربيين أتوا من ثقافات وأماكن مختلفة ولأهداف أيضا مختلفة، وعليه قد تغيب الدقة أو المصداقية أو الأمانة عن بعض كتاباتهم. نأتي إلى العرض الوصفي لأبرز فصول الكتاب وأبرز ما ورد فيها. تضمن الكتاب في بدايته كلمة لمؤسسة التراث، ثم نبذة عن حياة المؤلف وسيرته، ثم تقديم كتبه أحد أحفاد المؤلف وهو جي كرتلمون، وقد تحدث فيه عن المؤلف وقدم معلومات عن الرحلة وما كتبه في تقريره والأوضاع السياسية في فرنسا والجزائر وتأثيراته على الرحلة وكيف تناول الإعلام في تلك الفترة رحلة كرتلمون بين مؤيد ومعارض، كما تطرق المترجم إلى طبعات كتاب رحلتي إلى مكة الذي أول ما نشر كان بالفرنسية عام 1896 ميلادي، ثم طبع الطبعة الثانية بعد عام نظرا للإقبال المتزايد عليه، كما طبع عام 1991 في دار سويسرية. تلا ذلك توضيح المترجم لبعض النقاط حول الترجمة، وضح فيها منهجيته وتعامله مع بعض الحروف الفرنسية. أبرز فصول الكتاب هي 1. الانطلاق، 2. العودة إلى الجزائر، 3. من الجزائر إلى مدينة جدة، 4. مدينة جدة، 5. من مدينة جدة إلى مكة المكرمة، 6. الإقامة بمكة المكرمة، 7. مغادرة مكة المكرمة، 8. العودة إلى جدة، 9. من مدينة جدة إلى ينبع، 10. ينبع البحر، 11. السويس، 12. العودة إلى فرنسا، 13. ملحق في الكتاب. نأتي إلى الفصل الأول وهو الانطلاق. بدأ هنا كرتلمون بوصف مكة المكرمة، تلك المدينة المقدسة للمسلمين، موقعها الواقع في وادٍ بين سلسلة جبال، ثم تطرق إلى رغبته في الكشف عن هذه المدينة، وذكر دافعه وهو رغبته في إكمال أبحاثه حول الشرق الذي أمضى فيه عمرا وأحبه، كون جميع اللغات والأديان والأجناس البشرية انطلقت منه. كما يتحدث هنا عن قصة تعرفه على شخصية لعبت دورا كبيرا في رحلته إلى مكة، وسترد كثيرا معنا، وهو الحاج أكلي، حيث تعرف عليه كرتلمون عام 1890 ميلادي، وذلك بعد أن دخل عليه الحاج الأستوديو وروى له قصة توقيفه بالجزائر بتهمة تجاوز قوانين الحماية التي وضعتها الحكومة الفرنسية، فطلب منه المساعدة، وبالفعل تدخل كرتلمون وكلم صديق المحافظ، وتم إطلاق سراحه، فأصبح أكلي مدينا لكرتلمون. الحاج أكلي كان صاحب أسفار منذ 20 عاما، وكثيرا ما كان يقصد مكة بغرض التجارة، لذلك نصح الحاج أكلي كرتلمون بالذهاب إلى مكة وتأليف كتب مصورة عنها. شجعه بقية الأصدقاء على هذه الخطوة، وكان أشهرهم الطبيب المغربي عبد الرحمن الطبيبي الذي كان يسكن الجزائر، وقد قال له: أعرف أن حبك للإسلام صادق، إن الله ينظر إلى قلبك أكثر مني، سافر ولا تخشى شيئا، وخذ حذرك من حرارة الشمس والحمى، خصوصا إذا وصلت المدينة، لكن سافر دون خوف، فنواياك خالصة، فأنت تريد المزيد من المعرفة ولك الحق في ذلك، وستحبنا أكثر عندما تتعرف علينا أكثر. وقد كانت كلمات الطبيب الحلقة الأخيرة في مسلسل تردد كرتلمون، حيث قرر السفر إلى مكة، ولكون الرغبة موجودة لديه عرض خططه على حاكم الجزائر السيد كامبون، فأعجب بالفكرة وباركها، وذلك لأن رحلة الحج من أهم ما يشغله، ويحتاج للحصول على المعلومات الدقيقة عن الحجاز، ولا سيما أن مكة لم يدخلها أي فرنسي منذ 57 عاما، أي بعد رحلة ليون روش. كان كامبون يريد التعرف على بعض الأمور التي تتعلق بالنظافة والأوبئة وبعض الأمور التجارية وغيرها. كانت وزارة الخارجية معارضة للرحلة لعدم رغبتها في تحمل تبعاتها. تمت الأمور وأعطي كرتلمون جواز سفر عربي باسم عبد الله بن البشير، واعتنق الإسلام حسب المذهب المالكي الشائع في الجزائر. غادر كرتلمون والحاج أكلي الجزائر في شهر مايو إلى مصر لينجز أكلي بعض أموره الشخصية، أما كرتلمون فقد غادر إلى باريس لترتيب أموره، واتفق على أن يلتقي في السويس في شهر يونيو للانضمام إلى قافلة المحمل المصري التي ترسلها مصر آنذاك.
يذكر هنا كرتلمون تعرضه لمشاكل أعاقة سفره وجعلته يصل متأخرا، ثم تحدث عن ضياع الحاج أكلي وفي السويس طبعا وقصة بحثه عنه في خان القوافل وحديثه مع النادل والسيد المسنة، ثم بعد ذلك سفره إلى الإسكندرية، وخلال تلك الرحلة وصف لنا مصر وصحاريها وبعض بلداتها التي مر بها كمدينة طنطا. انتهت هذه المشاكل التي واجهها بعد أن قابل الحاج أكلي على رصيف محطة القطار في الإسكندرية، حيث كان الحاج متعب ويعاني من الحمى الصفراوية واحتقان الكبد. الفصل الثاني كان العودة إلى الجزائر. يصف هنا كرتلمون الإسكندرية ومطاعمها وكيف انتقالهم إلى بورسعيد ثم يافا، حيث تعرف خلال هذه الرحلة بجمع من المهربين والقراصنة أصدقاء الحاج أكلي على حد قوله طبعا. ثم انتقل إلى بيروت ووصف باقتضاب الحياة التجارية فيها، ووصف لنا الحجر الصحي الذي استمر 5 أيام ساءت فيه صحة أكلي، والنتيجة لذلك كان القرار هو الإبحار إلى الجزائر رغم رغبة كرتلمون الذهاب إلى فرنسا. وخلال رحلته هذه يذكر كرتلمون أنه أنهى بحثه عن التهريب والمهربين. كان وضع أكلي يتدهور شيئا فشيئا، ولم يكن ليتحمل الحجر الصحي الذي وضع فيه لمدة 5 أيام، لذلك طلب العودة إلى الجزائر، مما جعل كرتلمون وأكلي يعودون مرغمين إلى الجزائر. بعد ذلك بدأت ترتيبات العودة مرة أخرى إلى جدة وإلى الحجاز. الفصل الثالث كان من الجزائر إلى جدة. يصف هذا الجزء رحلة كرتلمون من الجزائر إلى جدة، حيث انطلق على ظهر سفينة جلوكوس التابعة لشركة هولز التي لديها رحلة كل أسبوع من الجزائر إلى بورسعيد، وقد وصف ما يلي. الأول كيفية تزودهم بالمؤن في بورسعيد، تلك المدينة التي تضم أناس من مختلف الأجناس القادمين من بيروت والمدينة ودمشق ومصر والسودان، وكيفية تعايشهم مع بعضهم في السفينة. الثاني العدائية بين العرب والأتراك، حيث وصف شخصيتين من الأتراك وكيفية تعاملهم السيء مع العرب والمضايقات فيما بينهم، من ذلك قول العربي للتركي: هل تنظر إلى بلاد العرب أرض نبينا؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم كان عربيا، وهذا ما لا يعجب الأتراك، ليس كذلك؟ الثالث تحدث عن وصف الشخصية البدوية من خلال شيخان بدويان كان أو حصل على شرف قيادة المحمل المصري العائد من الحج، وحيث وصفهما ووصف خادمه وكيف خدمته لهم. الرابع أظهر عنصرية مقيتة بحديثه عن المملوك الأسود الذي اسمه سليم. خمسة نقاشه مع التاجر المدني الذي من المدينة المنورة، ذلك التاجر الذي يقضي جزءا كبيرا من وقته في السفر بين البلاد العربية، مما أعطاه معرفة بجميع الأحداث في البلاد التي يزورها مثل اليمن وانتفاضة أو ثورة اليمن على العثمانيين، كذلك تطور التأثير الإنجليزي في السودان. وقد ذكر أنه استفاد منه كرتلمون في أبحاثه وأطلق عليه مسمى السياسي العربي. الوصول إلى جدة بعد مغادرة السويس، وصل كرتلمون والحاج أكلي إلى جدة بعد 3 أيام، وقد وصف في هذا الفصل عدة أمور. الأول ميناء جدة ذو الأرصفة المرجانية ومعاناة البحارة منها. الثاني معاناته الشخصية، حيث تم القبض عليه لحظة نزوله من القارب لأنه لم يكن يتحدث التركية فقد لاقى صعوبات كثيرة، وكيفية مساعدة أكلي له. الثالث مراقبة السلطات له وملاحظتهم له والتوتر الذي جرى نتيجة لذلك. الرابع وصف لمدينة جدة وموقعها ومناخها وأسوارها ومنازلها والحركة التجارية فيها، ومن أبرز نصوص الوصف قوله: خرجنا في الصباح الباكر من باب مكة المكرمة، وبعدها قمنا بزيارة قصيرة لضريح أمنا حواء، وقمنا بجولة حول الأسوار، إنها محاطة بسور قوي يحميها من هجمات القبائل البدوية الموجودة على مشارفها وخاصة في وقت الانتفاضات، إلا أن هناك فتحات تنتشر هنا وهناك على طول السور المهترئ، وخاصة في الجنوب الشرقي حيث توجد بعض الأحجار المنثورة على الأرض كأثر على المكان الذي كان يوجد به سور المدينة قديما. أما الحاج أكلي الذي سبق له أن عاين ممارسات عصابات اللصوص في الصحراء، فيأسف بمرارة على هذا الإهمال من الإدارة التركية التي يمكن أن تندم عليه يوما، لأنها في رأيه هي المسؤولة عن هذا التهاون. تحدث عن مقبرة المسيحيين الذين ماتوا في جدة، وأشهر القبور التي كانت موجودة هو قبر الرحالة شارل هوبر.
6 حديث عن الأهالي في جدة وكيف كانت نظرتهم إليه كغريب ودعوة السيد علي العمدة له وتناوله طعام العشاء عنده في بيته وردة فعله لما جرى في ذلك العشاء ويبين هذا الاختلافات بين الثقافات. 7 كيفية تلقي تعاليم الدين الإسلامي من وضوء وصلاة من السيد علي مضيفهم الذي نصحه في البداية بعدم الذهاب إلى مكة خوفا عليه. 8 حديثه الشيق عن الجمل يقول الجمل هو المطية الحقيقية في هذه الأماكن المقفرة والقاحلة، إنه الجمل المثير للسخرية والمعاند، وعلى الرغم من أن مواقفه غريبة إلا أن قلبه طيب، إنه الجمل الذي لا يتوقف عن الشكوى سواء عند تحميل الأغراض عليها أو عند إنزالها في الوقوف وفي البروك، لكنه يسير دائما دون أكل أو شرب لمواجهة كآبة هذه البلدان العتيقة الميتة والعزلتها التي لا نهاية لها. الفصل الذي يلي تحدث رحلته من جدة إلى مكة وتناول كرت المون تحت هذا العنوان وصف ما يلي. الأول الرحلة من جدة إلى مكة، وقد قارن هنا بين الرحلة عن طريق الجمال والحمير وميزات كل منهما ليصل إلى نتيجة أن الرحلة على ظهر الحمار كانت أسرع، لذلك كان ذلك هو اختيارهم. الثاني زي الإحرام وطقوس المصاحبة عند ارتدائه، وذكر أن لباس الإحرام يفرض بشكل صارم على أي مؤمن يتوجه أول مرة لمكة المكرمة، ومن يغيب عنها لمدة 39 يوما. وهذا الكلام طبعا غير صحيح، ومن الواضح أن فهمه كان خاطئا. الثالث تناول بشكل من التفصيل الطريق وجبال الحجاز والمراكز التركية المنتشرة على امتداده. تحدث كذلك عن توقفهم عند حدة للراحة وتناول العشاء، ووصف إحساسه النفسي طوال الرحلة والعودة، وكيف عادت به الذكريات إلى الطفولة والمدن المختلفة التي زارها كأشبيلية ومالقة وطنجة وتلمسان وجنوب الجزائر ودمشق وبورصة واسطنبول والقدس والقاهرة وأثينا. الفصل الذي يلي كان عن إقامته في مكة، وهذا الفصل يعتبر أطول فصول الكتاب، ويبدو هذا طبيعيا كون أساس الكتاب يتناول الحديث عن مكة المكرمة، تلك المدينة التي لأجلها حدثت هذه الرحلة. وقد تناول فيها وصف ما يلي. الأول دخول مكة المكرمة ودخول منطقة الحرم، وتحدث عن الأعمدة التي تميز دخول منطقة الحرم، وشبههما وذكر أنهما يعني يشبهان عمودي باب مزرعة، كيف أنه بعد حد هذه البوابة لا يحل الصيد. فوصف لنا أنواع من الطيور الآمنة المطمئنة التي اعتادت على الناس كالحجل والحمام البري. تحدث عن الموقع الجغرافي للمدينة وسماتها، حيث وصفها بأنها تختبئ بين جبلين قريبين جدا من بعضهما، وتحدث عن التشابه الكبير لشوارع مكة المكرمة حتى الوصول للحرم المكي الشريف الذي وصفه بأنه المسجد الوحيد في مكة، طبعا هذا غير صحيح. الثالث وصف الحرم والكعبة التي قال عنها: ها هي ذي الكعبة المشرفة تقف شامخة أمامنا بإجلال، محاطة بستارها الأسود المزخرف، والكعبة المشرفة خلافا لما هو شائع ليست هي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها بيت الله بالنسبة إلى جميع المسلمين. الرابع تحدث عن العمرة التي أداها، حيث أدى الطواف مع المطوف وتقبيله الحجر الأسود، ووصفه، ثم قادني إلى إحدى زوايا الكعبة المشرفة لأقبل الحجر الأسود المغروس هناك على علو قامة رجل، والمغلف بقرص من الفضة السميكة وعرضه نحو 80 سنتي بشكل بيضوي، ولا نشعر عند تقبيله بالبرودة التي نشعر بها عند تقبيل الرخام. ثم وصف السعي وحلق رأسه وشربه لماء زمزم، حيث قال: شربت بلذة من ماء زمزم الذي كنت أستزيد منه، بينما لا يمكن للمسيحي في نظرهم أن يبتلع جرعة واحدة دون أن تنسد حنجرته، بل إنه سيختنق بهذا الماء بدل أن يشربه، بالإضافة إلى أن الرجل السيء النية سيجد فيه طعما كريها. وهذا الحديث من الأخطاء التي لا تصح ولا نعلم لها أصلا. 5 وصف كرت المون الحرم وصفا رائعا جميلا، وتحدث عن مآذن الحرم وصوت الأذان واستمتاعه بالجلوس في الحرم وسماع صوت المؤذنين، ثم وصف صلاة المغرب وحلول الغروب في الحرم قائلا: تحجب قمم الجبال العالية المحيطة بالمدينة الأفق، وتنحدر واجهاتها بشكل يكاد يكون رأسيا يشبه مجاري
الذهب ويبرز المسجد الصغير في جبل أبي قبيس وسط لون الفضة الممزوج بلون الذهب الأشقر الباهت المنبعث من الصخور التي تحيط به وتزكرش ظلال القباب العالية والأقواس ساحة الحرم المكي الشريف بلون ذهبي متوهج ينعكس على رخامها وبلاطها وتبدو الأبنية متألقة. أما الكعبة فتبدو تحت ستارها الأسود وسط هذا التوهج أكثر جلالا ويقف الجميع داخل الحرم الشريف خلف الإمام لصلاة المغرب. وصف منازل مكة المكرمة وجمالها المعماري وشرفاتها وزخرفاتها